السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. يشارك الوزير الأول عبد العزيز جراد ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقنية التحاضر المرئي عن بعد في الدورة العادية 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنعقد أشغالها يومي 6 و7 من فيفر الجاري تحت شعار الفنون والثقافة والتراث ركائز بناء إفريقيا التي نريدها. في 28 من جانفي الماضي أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى 20 لانطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد أن الجزائر تسجل بارتياح النتائج المحققة في القارة السمراء. وأوضح جراد خلال مشاركته في الندوة ممثلا لرئيس الجمهورية أن الجزائر من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة تسجل بارتياح النتائج الإيجابية المحققة في العديد من المجالات. وأضاف أن من بين أهم مؤشرات هذا التقدم تحويل برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى وكالة للتنمية تابعة للاتحاد الإفريقي بصلاحية أوسع. وعن انطلاق منطقة التجارة الحرة القارية قال الوزير الأول أن هذا يعكس الإرادة الكاملة للدول الإفريقية في تعزيز تكاملها الإقليمي وإنشاء سوق مشتركة من شأنها السماح بتحسين الأداء الاقتصادي. وفي خبر آخر، انطلقت السبت قافلة مساعدات طبية من الجزائر نحو تونس للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا في الذكرى 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف. وقال الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي لدى إشرافه على انطلاق القافلة من مقر الصيدلية المركزية بالعاصمة إن إرسال القافلة جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعبيرا للأشقاء التونسيين بأن الجزائر ستبقى وفية لتونس. وتضم القافلة حسب المتحدث قاطرتين محملتين بأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا. وأعرب السفير التونسي رمضان الفايض الذي كان حاضرا عن تمنياته الخالصة للرئيس تبون والشعب الجزائري بالازدهار والتقدم والرفاه وامتنانه للجزائر من خلال الدعم والمساندة التي تقدمها لدولة تونس لمواجهة فيروس كورونا. وقال إن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف بقدر ما كانت أليمة بقدر ما خلدت الإحساس المشترك باختلاط دماء الشهداء من تونسيين وجزائريين.